السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر في أزمة نفسية، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اشتقت بصراحة لهذا النوع من الفيديوهات اللي أطق الكاميرا وأنطلق فيها، وما سويته كثير بصراحة، لكن آخر فيديو سويته وكنت ناوي فعليا أنه أخلي الفيديو 24 ساعة وأقول له مع السلامة، لكن أقولها احتياطا من أجل أنه أترك لنفسي مساحة واسعة أني ممكن أمسح الفيديو ممكن ما أمسح، والله أعلم. وقلت وقتها وفعلا ما مسحته، فوالله حتى هذا الفيديو صدق ماني متأكد صراحة إذا بيبقى ولا لا، ولكن اللي يشوفه يعني خلي بيننا. الأزمات النفسية هي أزمات طبيعية جدا، وهي تموجات تطلع وتنزل، والأزمات هي من أكثر اللحظات اللي تعرفنا بذواتنا وتعرفنا بأنفسنا وتعرفنا بمن حولنا. هي اللي تذكرنا بمتى أنا في قمة اتزاني ومتى أنا في لحظات تخبطاتي. ومن أكثر الأشياء اللي والله تفرق، ولم أتأكد إنها تفرق إلا لما حسيت إني فعلا أحتاجها، هو مو الجوال مو السوشيال ميديا، هو التدوين. كل اختصار، أنا شخصيا ما كنت ناوي أن أصور هذا الفيديو فعليا إلى قبل نص ساعة من دحين، حسيت أنه في بالي كلام ودي أقوله، فقلت خليني أطق الكاميرا وأتوكل على الله. أمس كنت راجع عادة كنت ملتزم عليها لفترة معينة في السنتين الماضية، يعني شهر أروح وشهر أجي وكذا، وهي عادة التدوين. وفعلا لما كنت يعني مضايق بصراحة، بس يعني هذا تعريفي اللي لازم نفسي، كنت مضايق، ضغوطات، قرارات، حوسة يمين يسار، أوراق مبعثرة، فكيت على برنامج ديون، والبرنامج هو اللي كنت أدون فيه، وبدأت أطالع على القصص اللي كتبتها، اللحظات اللي كنت فيها متضايق، وكيف أنه سبحان الله كثير من هذه المواضيع انحل. اللحظات اللي كنت سعيد فيها، أتذكر المواقف أعرف أنه ما راح تتكرر بعد كده بحياتي، أشياء كنت أعدي عليها الأول مرة وأقول أوه يا الله. فمثل هذه اللحظات كانت تذكرني بنفسي فعلا، وتطبطب عليك في اللحظات اللي تحتاج فيها هذا الاحتضان، وتزيدك سعادة في اللحظات اللي تتذكر فيها تلك المواقف الصعبة في لحظات السعادة اللي أنت تبغى تحصل عليها. فالكتابة لها أثر عجيب. نية اليوم بإذن الله تعالى أن أعود للالتزام بهذه العادة، عادة الكتابة. طبعا ما أقدر أصور كل حاجة، ما أقدر أشارك كل شيء، لأنه هنا أنا أفرغ اللي في مخي وأمشي، لكن أبغى أشاركك بعض اللقطات اللي أف صحتني من جديد. يوم 5 ديسمبر كنت راجع على السعودية من رحلة دولية، والسواق اللي كنت في الإمارات، فالسواق اللي يسوق السيارة كان شايب هندي يتكلم إماراتي، وكان يحكيني عن قصة زواج بنته اللي راح يقام بإذن الله تعالى، وخططه لتجميع الأموال، وكيف أنه الهندي اللي يشتغل في الخليج، هذا موقف حكاني، كيف الهندي اللي يشتغل في الخليج تصير توقعات أهله عنهم مرتفعة، فلازم يدلع بنته ولازم يجيب لها ذهب ولازم يكرمها بالهدايا. سبحان الله. طبعا وقتها كنت ملاحظ على نفسي انه كيف الانتاجية تزيد في اللحظات اللي يكون فيها مسافر. طبعا انا قاعد اشاركك مواقف كتبتها ما لها اي هدف، وهذه قيمة اليوميات، انك ما تعرف ايش المعنى والغاية منها. مو لازم تسجل يوميات وانت مضايق، مو لازم تسجلها وانت مرتاح، المهم انك تسجل، فبعدين بتلاقي ان في عندك قصة. انا اليوم ما ذكر هذا الشايب الهندي الا لاني كتبته فقط، يعني اليوم لا شيء يربطني بذلك الشايب الهندي في قصته، ولا انه الهمني بفكرة، لا انا سجلت اللحظة اللي كنت عايشها ومع السلامة. فواحدة من الأشياء اللي ساعد كمان في اليوميات هو أنك تخصص لها وقت، إما نص ساعة قبل النوم أو نص ساعة أول ما تصحى تحكي فيها إيش اللي صار في يومك، تكتب خلاص إيش المفروض، إيش التوقعات، تكتب خلاص، وتكتب على افتراض إنه ما في أحد راح يقراها إلا أنت، فتكتب بكل تجرد وشفافية. خليني أحكيك واحدة من تلك اللحظات. يوم 28 سبتمبر هذه اللحظة، خليني هذا أقدر أشاركها، هذه اللحظة رحت فيها واستلمت كتاب روتين التسعين، وكنت رايح أوديه على معرض الرياض للكتاب وقت تصديره. بالمناسبة يعني إن شاء الله بكون موجود بإذن الله تعالى في آخر 3 أو 4 أيام بمعرض مسقط الدولي، فأصدقاء عمان إن شاء الله بكون موجود معكم. والآن الكتاب موجود في دار مجرة، أكتب لك هنا فين مكان الدار بالضبط، ولكن الكتاب موجود هناك، حياك الله، وأنا بإذن الله تعالى بكون موجود آخر 3 أيام، بتكلم عن إنستغرام، فتابعني على إنستغرام عشان أشاركك متى بالضبط بإذن الله تعالى بروحكم موجود، فأصدقاء عمان بانتظاركم بإذن الله. خليني أحكيك يوم 31 جولاي قبل لا أستأجر هذا المكتب والمكان اللي موجود فيه في شركة مسافة، كانت اللحظة اللي أحول فيها إيجار هذا المكتب، كنت متردد كثير واستخرت 10 أيام، لا إله إلا الله. يوم 8 جولاي، طيب هذا موقف شخصي شوي لكن بشاركه إن شاء الله ما في الحرج، كنت متضارب مع أختي الصغيرة وكنت نايم في الصالة، وعارف اللي هو بين الصاحي والنايم، وهي كانت تحكي الوالد
على المضاربة اللي بيني وبينها. فكنت نايم يعني ولعله أن ابني ضميري تكة. يوم 25 يونيو سافرت من الرياض إلى جدة، ووقتها اشتريت أغلى تذكرة في حياتي لأني خلاص حجزت قبلها بساعات، وكان عندي موضوع مهم يعني لازم أكون موجود فيه في جدة وأرجع. عارف مثل هذه اليوميات تكشف لك الأشياء اللي كنت مبالغ في توقعاتك عنها. فقاعد أشوف المكاتب اللي شفتها في رحلة البحث عن مكتب للشركة اللي بسويها وقتها، وقاعد أشوف اللحظات اللي كنت فيها منبهر من شخص معين، ثم مع الأيام تكشف لك زوايا أخرى منه، وأيام كنت مبالغ في توقعاتي عن شيء معين، أو مبالغ في خوفي عن شيء معين، أو مبالغ في مشاعر سلبية تجاه شيء معين. فسبحان الله تبدأ تكشف لك، عارف هذا النمط اللي في اللحظات اللي تكون فيها محبط تقول لا لا لا، يعني عدة أشياء أصعب. أنا صراحة السبب الوحيد خلاني أصور هذا الفيديو هو أني أقول لك أنه أهم عادة ممكن تلتزم بها بشكل حقيقي هو أن تلتزم بنصف ساعة يوميا من الكتابة، الكتابة الحرة اللي ما في أحد يقرأ من وراك، كتابة فقط من أجل التفريغ. اليوم أنا سعيد من أجل كذا كذا وحصل كذا كذا، اليوم طبيعي حصل كذا وكذا ورحت كذا وكذا، اليوم أنا ممتن لله سبحانه وتعالى إن حصل كذا وكذا، وفقط هذا هو بس المطلوب. نص ساعة تكتب، أول يوم ما راح يطلع معك شيء، ثاني يوم تطلع معك 4-5 جمل غير مرتبة، مع الوقت تلاقي سبحان الله في انطلاق، وفي رغبة يومية أنك تلتقط النعم في حياتك عشان تسجلها، وفي رغبة يومية أنك كل يوم تبي تخلق ذكرى جديدة في يومك، وهي موجودة ترى حتى لو ما سجلتها، بس لما تسجلها تبدأ تستشعرها وتبدأ تلاحظ وتقول أوه الحمد لله، لا اليوم ما هو يوم سعيد لكن حصلت فيه 1-2-3 من الأشياء اللي أنا ممتن لله سبحانه وتعالى أن أسويها. الفيديو هذا ملخبط، الفيديو هذا ما أعرف إلى أي مدى وصل الفكرة اللي فعلا كنت بقولها، لكن أتذكر أني قبل سنة من اليوم تكلمت عن تدوين اليوميات وفعلا بدأت فيه وأروح وأجي، يمكن قبل سنة أو قبل سنتين، لكن والله في شعور عجيب لفكرة أنك تكون مسجل بعض من يومياتك وتلاقي التواريخ موجودة وتلاقي الصور اللي تذكرك بيوم معين قدامك. طبعا جربت اني اصور ثانية كل يوم فيديوهات، جربت اني اصور صور، ولكن لا قيمة مثل قيمة الكتابة، وان رافقتها صورة يا سلام. فبالتالي تكتب ذكرى وبعدين تصور معاها صورة. خليني مثلا اشاركك هنا توثيقي لأطول مشوار قضيته في حياتي. وقتها كانت والدة في المستشفى الحمد لله الأمور طيبة. يوم 12 يناير 2023 طلعت من بيتي الساعة 4:15 وصلت المستشفى الساعة 6:15، ساعتين مع زحمة الرياض. هنا يوم 23 أبريل 2023 التقيت بمجموعة أصدقاء، وكان في وقتها موقف مهم في حياتي ما أقدر أحكيه. القرار ببدأ أسجل اليوميات كل يوم نصف ساعة أول ما أصحى بإذن الله تعالى. إذا أنت معانا في هذا التحدي أكتب لنا في التعليقات تم، وأنصحك ببرنامج ديون. طبعا برامج كثير تقدر بدفتر، تصدق أنا عندي دفتر كمان سجل فيه اليوميات، خليني أجيبه. هذا الدفتر السري بس تقريبا ما سجلت فيه إلا أول 3-4 أيام. طرق التدوين كثيرة، بس بالنسبة لي اللي اشتغل معي على الأقل هو برنامج داي ون، إنه أبدأ أسجل اليوميات. تقدر تحط الموقع، تقدر تسجل صوتيات بس الأفضل إنك تكتبها كتابة، وتقدر كمان تصور صورة وتدونها في نفس هذا، وتقدر بعدين تبحث، وهذا القيمة اللي مين موجودة بالتدوين عبر الكتاب، إنك تقدر تبحث، تقدر تكتب يوم سعيد، يوم ممل، يوم كذا، وتبدأ تلاقي سبحان الله النمط اللي ممكن تربط بينه وبين عاداتك. فتلاقي انه والله الايام المملة بالنسبة لك ممكن تكون الويكند، فمنها ممكن تطلع قرارات معينة تقول والله خلاص انا كل ويكند ابدأ ارتب له وابدأ احط لي جدول مثلا، او تبدأ تلاقي انه لحظات التعاسة بالنسبة لك ترتبط عند لقاء اشخاص معينين او عند التواجد باماكن معينة، عايزين تبدأ تطلع كمان قرارات لو كان باليد. يعني اتمنى لك التوفيق اصدقائي عمان، القاكم باذن الله تعالى على خير. وانا بدي كمان اشكر طبعا على طاري الشركة وتأسيسها، ودي أشكر الأصدقاء بوودي اللي كل الأثاث اللي موجود بالشركة هو من عندهم. فإذا فعلا كنت مهتم أنه يكون على قولة واحد من الأصدقاء أثاث أيقوني، يعني حاجة كذا مميزة ومختلفة، فوودي عندهم اختيارات مميزة. إذا أنت في هذه الفترة فترة يوم التأسيس ففي عروض عندهم، أو في أي فترة من فترات السنة بتلاقي دائما عندهم عروض ودائما عندهم تجدد في الأثاث اللي موجود. تحية لهم، وتحية للأصدقاء اللي بالسعودية، وتحية للأصدقاء اللي يحبون السعودية بمناسبة يوم التأسيس، هذا اليوم المميز في حياة كل سعودي ومواطن ومقيم ومحب لهذا البلد الغالي. ألقاك على خير، دون يومياتك، وإذا أنت معانا في التحدي أكتب لي تم. بسم الله الرحمن الرحيم انطلق.